قسم الدعم النفسي في مؤسسة السرطان جهود متواصلة لصناعة الابتسامة والسعادة لدى أطفال تعز المصابين بهذا المرض الخبيث. القسم الذي حوى على العديد من الألعاب المتنوعة وهو أشبه بحديقة مصغرة يسعى القائمون فيه إلى إحداث جو مرح وعامل نفسي في علاج كثيرين من الأطفال المصابين بمرض السرطان. قسم الدعم النفسي هو قسم مساند للجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لمكافحة سرطان تعز ومركز الأمل لعلاج الأورام في تقديم الخدمة العلاجية لمريض السرطان، حيث يحتاج الأطفال إلى دعم ورفع المعنويات والاهتمام بالجانب النفسي المصاحب لتلقيهم جرعات العلاج في المركز. فتقوم المؤسسة من خلال هذا المركز بتقديم عدد من الأنشطة التي تساعد في رفع معنويات الأطفال وتساعد في انتظامهم في تلقي جرعات العلاج في المركز. هذه الشريحة من الأطفال والتي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام وخلق أجواء تنسيهم مرارة المرض كان لدى فريق روافد التابع للصندوق الاجتماعي يوما مفتوحا في هذا القسم. أتينا إلى مستشفى سرطان الأمل مركز الأمل عشان نرسم بسمة للأطفال لكي نضع بسمتنا في المجتمع وننميهم وننمي روحهم لأجل المرح والفرح كما تشاهدين الآن. لذلك إحنا كبرنامج روافد عمل على التنمية هذه والضباط كمان عملوا على هذه المبادرة. يعتبر القائمون على مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية الدعم النفسي لمصابين بمرض السرطان أمرا في غاية الأهمية والعمل في هذا القسم والذي يزيد من علاج الطفل وتقوية قدراته في مواجهة هذا المرض. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.